الو، الو، ايوه يا عمر. انا دلوقتي ست متجوزه، وحتى لو مش متجوزه انا مش هقدر انسى ابدا اللي حصل بيني وبينك. اللي حصل ده هيفضل طول عمره حاجز. يا داليا، انا دلوقتي مش فاكر اي حاجه. انا كل اللي اعرفه ان انت دلوقتي معايا وبكلمك وبتكلميني. طب اوعدني يا عمر، اوعدني ان دي تبقى اخر مقابله بيني وبينك. اوعدك، بس انت كمان بوعديني ان انت ما تفتحيش اي موضوع قديم. داليا، انا دلوقتي عايز اشوفك واسمعك بس. انا عايز احس ان انا قريب منك. انت وحشتيني قوي يا داليا. بجد وحشتك؟ هو انت وحشتيني وبس؟ ده انت وحشتيني جدا جدا جدا. انا يا داليا مش قادر املك نفسي او اعصابي. انا حتى مش لاقي كلام اقوله لك. مين قدك بقى في الكلام؟ ما انت خلاص بقيت ممثل ومشهور، وصورك في الجرايد والمجلات، وان شاء الله باذن الله لما تكبر قوي يعملوا لك فضايح ويحطها لك في الصحف الصفر. هي وصلت لصعب الصبر كمان. على العموم يا ستي، انا دلوقتي وانا جنبك ما بقتش اي حاجه خالص. وانا كمان مش عارفه ليه وافقت ان انا اجي قبلك، مع انك بلاش ادالي نتكلم اي كلام دلوقتي، لان اي موضوع قديم هيتفتح هيضيع اللحظه الحلوه قوي اللي احنا فيها دلوقتي. كلامك بقى حلو قوي يا واد يا عمر. ده انت اللي بقيتي حلوه قوي وزي القمر كمان. ما انت طبعا حواليك طول النهار معجبين ومعجبات وستات حلوين وطعمين، مش كده؟ يوه، ده انا بشوف كتير قوي، بس انا دول بقى انا بشوفهم بعيني، لكن انت بشوفك بقلبي. لا انا مش قد الكلام الحلو ده يا عمر، اتقدمت قوي. فاكر زمان لما كنت تقولي عينيكي فيها حزن؟ انت لسه فاكره؟ كانت موضه قديمه قوي حكايه عينيكي فيها حزن، مع ان انا جوزي حسين الله يقطعه بيقول كلام زي العسل، بس عسل اسود. بيقعد يقول لي كلام كله كذب في كذب في كذب، عارف؟ عامل زي مكنة الفشار بوب كورن، بوم 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 بوم، وفي الآخر ينزل على الدورة يعني. مفيش. طب واتجوزتيه ليه كيس الفشار ده؟ اسمتي ونصيبي، زي أبويا، زي أخويا الكبير. كنت حاسة إنه تعويض الدنيا عن أهلي اللي أنا اتحرمت منهم. حتى أنتوا كنت حاسة إنكم إخواتي. ويا ترى هو بقى الأساس. تشربي ايه؟ نسكافيه. نسكافيه؟ اتنين نسكافيه. الأساس حسيني راجل محترم قوي يا عمر. طب ما انا عارف ان هو راجل محترم قوي، بس ابويا حب كده ليه؟ يعني ما تقدرش تقول انه حب. يمكن يكون اتعلق بيا، يمكن حاسس ان انا قد ايه محتاجة انه يبقى جنبي وحواليا فقرب مني. لكن انا ست، وعارفه ان ابوك عمره ما حب حد غير والدتك نعمه الله يرحمها. وحتى شعوري واحساسي ناحيته ما كانش حب من ست الراجل، لا، تقدر تقول الحب من بنت لابوها. طب وانا انت؟ صدقني يا عمر، انا نفسي ما اعرفش انت ايه بالنسبه لي. انا ممكن اكذب على الدنيا كلها، الا عليكم انتم كده كلكم على بعض، زينب وباسل وسحر، حتى والدتك الله يرحمها. مش عارفه، في حاجه كده باستمرار بتشدني ليكم. عندي احساس ان انا عايز افضل معاكم على طول. داليا، انا لسه بحبك. صعب قوي يا عمر. الطريق اللي بيني وبينك عامل زي الطريق الدائري بالظبط، بيلف حوالين بعضه. داليا، انا مش عارفه امنع نفسي عن حبك. انا كرهتك الف مره وتشديت ليكي الف مره، فين الطريق؟ اعتبر مقابلتنا دي صدفه، ووعدني انك انت هتنساني زي ما انا هنساك. من ساعة ما رجعت من الشغل وانت ولا على حامي ولا على بارد. شغل؟ هو بقى فيه شغل؟ انا ضربت عيني يا ماما، السوق نايم مش عارف اطلع منه بجنيه ولا بدولار،
ولا يورو ولا ين، حتى الفرنك السويسري راح نشفت. يا راجل حرام عليك، حرام عليك. ابعد بقى عن تجارة العملة دي، لا تروح في حديد. هروح فين انا وعيالك لو سجنوك؟ هتيجوا تزوروني وتجيبوا لي الاكل الوان واصناف واشكال. هو انت يا نجاشي مش همك اي حاجه كده؟ اللي يهمني المام الماني الارجان. يا ريت اتسجن بس بعد عبره حلوه قرض. العيال عايزين فلوس الدروس. مفيش دروس، من هنا ورايح انا اللي هذاكر لهم. يا خرابي انت بتتكلم جد يا نجاتي؟ هيسقط؟ وقفوا ايه يا استاذ عالم علامه فز ولا طارق يا هش ششر يا بنت. ايوه يا بابا. انت في سنه كام يا واد طارق؟ تانيه ثانوي. وانت يا حبيبي؟ في الاعداديه. الثانويه العامه يا بابا. طب يلا هات الكتب بتاعتكم عشان اذاكر لكم. تذاكر لنا؟ تذاكر لنا ايه يا بابا؟ بتاخدوه كله؟ احنا هنفصل. اه كله يا اخويا، من هنا ورايح مش هدفع ولا مليم في دروس خصوصيه. فاكرين الاستاذ حسيني كان بيعمل ايه مع اولاده؟ اولاده كانوا شطار قوي يا بابا. انتوا احسن منهم، ولما اذاكر لكم هتبقوا من الاوائل. هنسقط يا بابا. هتنجحوا غصب عنكم. ولا يا توتي ايه الدروس اللي بتاخدوها في المدرسه؟ بناخد العاب ورسم وموسيقى سهله وتدبير منزلي حلو وكيمياء واحياء. الكيمياء دي بتاع يد اتنين جاب 1004. اه خلاص سهله ادي حصه خلصنا منها. اللي بعده بابا. ايه بابا عايز ايه؟ انا مش عايز اروح المدرسه يا بابا. احسن احسن حاجه توفر، وادي واحد اتخرج خلصنا منه. يتخرج ايه ويوفر ايه؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا نجاتش؟ بقى انا ابني ما بقاش دكتور قد الدنيا؟ ابنك هيبقى نجم يا ماما، فنان. نجم ايه ونيله ايه يا واد؟ انت ما شفتش لما رحنا للاستاذ الحسيني كرشنا ازاي؟ ريتنا ما رحنا، احنا اتهزقنا بسببك وبسبب فنك وكلامك وحركاتك. مش مهم، انا لازم اجوع، لازم اتعرى، لازم اتهزق وعد الايام السودة اللي احنا فيها واركب سلم المجد لحد ما ابقى ستار شمس كوكب. حلو الكلام ده كله، انا موافق على الكلام ده. تبقى كوكب تروح كوكب تاني، تبقى نيزك تولع، انا مش دعوه. بس بلاش حكايه نجم دي وستارز بتشائم منها، بتجيب لي الكلام. وعليه انا قررت ان انا مش هروح المدرسه. انت جننت يا ود. هتروح المدرسه غصب عنك ولد. انا ما حدش يقول لي لا. اسمعوا كلام، ان شاء الله ربنا يوفقني ويقدرني وانا اجتهد شويه، ازود الغلاسه والغتاته شويه، واعمل منك فنان كبير، ومن ماما فنانه، واختك فنانه، وانت فنان، وانا ابقى كبير الفنانين، واعمل فرقه نجاتي السيد عبده، مفيش حد زيه ولا قده. إن ما وريتك يا حسيني. الو الو استاذ حسيني. انا انتحرت. يا
شوية الضغوط اللي عندها نتيجة تلقين كتير. يظهر ليها حاولت تنقذ نفسها لما لقيت الموضوع دخل في الجد. أيوة بس اللي هي عملته ده يعني محاولة انتحار حقيقية. الحقيقة أنا معرفش. بس أنا ملاحظ إن عندها أدوية نفسية وعصبية كتير. هي كانت بتعالج عن طريق نفسي. للأسف ما عنديش معلومة في الموضوع ده. بس كل حال احنا متشكرين يا دكتور. شرفت. اتفضل. الحمد لله على سلامتك يا مدام. يس مدام. lots of coffee and lots of medicine. no medicine مدام. medicine ايه؟ lots of medicine. please let us now please. okay. ادوية ايه بس؟ انت عايزة ادوية تاني دلوقتي؟ انت بلبعة النهاردة زخانة بعدها. talk to me. don't talk to me. shh. Although I need someone to talk to me. I mean the ideas of the ideas of suicide and self-determination are most probably universal, but listen. But the wish of suicide, I mean, the idea of suicide and the act of it are motivated by a wish. A wish. A wish to express guilt. Guilt through revenge. Revenge. شفاهم. انت عايزة تنتقمي من نفسك ليه؟ وبعدين ايه الاحساس الفظيع بالذنب اللي عندك ده؟ انا عايز اكلم الدكتور شمس. شمس الدكتور شمس المسيح؟ ايوه. انا مش ده الطبيب بتاع الطب النفسي؟ صديق انا مش تعبان. ايوه مش تعبان نفسيا. ممكن بس الموبايل بس عشان اكلم الدكتور شمس. بس عايز اكلمه. موبايل ايه بس؟ دكتور ايه؟ الساعة دلوقتي داخلة على واحدة صباحا يعني أكيد مش معاك مناسب للكلام مع أصدقائك. أنت كويسة الدكتور طمنا عليك. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. أنا بقى اللي اسمعي لي أضرب تليفون للولاد حسن دول اكيد زمانهم بلغوا الشرطه. الثواني وجاي لك. الو. ايوه يا بابا. ايوه يا عمر. معلش انا صحتك من النوم. احنا لقينا حراج جدا. لا ما تقلقوش. معلش انا اتاخرت بسبب ظرف كده. انا بتكلم من عند واحد صديق يعني جات له حاله.
لا يعني يعني تعب تعب شويه بس جبنا له الدكتور والحمد لله دلوقتي ارتاح وبقى كويس. طيب حبيبي انا شويه كده وحكي على طول. احنا مش هننام غير لما حضرتك تيجي. ترجع بالسلامه يا بابا. الحمد لله. صاحبه مين بس اللي هو عنده لحد دلوقتي؟ صحيح ده بابا تقريبا ملوش اصحاب غير الدكتور شوقي. والدكتور شوقي رجع لمراته. لا 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 ما افتكرش ان هو. انا يا جماعه مش عارف ليه عندي احساس ان بابا صاحب واحده قصدي صاحب واحد جديد. ازاي بقى يا فنان يا عبقري؟ بابا مش سهل يتعرف على اي حد كده ويفضل قاعد معاه لغايه الساعه واحده. ما هو بيقول اصل ان هو تعب فجاه. انا عايز افهم بقى ايه الحصان والبتاع اللي انت خوتنا بيهم دول. لعبي بقى. سيب اختنا تلعب لعب بريء. وانا بكلمك في التليفون وبقول لك ان انا تعبانه كنت متاكده ان انت هتيجي. كنت متاكده ولا كنت قاصده ان انا هاجي؟ ممكن ممكن. اصل بيني وبينك انت اصلا جديد عليا. انا اول مره اشوف حد كده حقيقه. ده انت هزقتني جامد بشكل. انت خليتني مسواش نكلتين ولا بصلتين ولا تومتين ولا اي حاجة خالص. خليتني طالعة مش فاهمة اي حاجة خالص. تصور ان انت اول راجل في العالم يقول لي حاجة زي كده. مدام رنا حقيقة أنا لم أقصد وأنا آسف. آسف. أوعى تكون آسف. بص أنا صحباتي طول عمرهم بيكذبوا عليا، أنا عارف بيكذبوا عليا. وأي راجل عايز يتقرب لي ويرمش لي والحركات يعني بيكذب عليا. حبيب القلب اللي أنت شفتني معاه فاكره؟ كان بيكذب عليا برضه. انا طول عمري كنت الحقيقه عايزه حد يقول لي حقيقتي. حقيقتي انا من غير مكياج من غير مجامله من غير اي حاجه حتى لو اختلفت معاه مش مهم. ده طبيعي جدا لان مفيش انسان في العالم يملك الحقيقه كامله. فالخلاف في الراي ده انساني وارد جدا. أستاذ حسيني إحنا عايشين ليه؟ تالي إن الوقت متأخر على الأسئلة الفلسفية الصعبة دي. وبعدين أنا لازم أروح علشان الأولاد. أيوة الولاد. أنا أسفة جدا أنا ما كنتش أقصد خالص على فكرة إن أنا أجيب حضرتك في وقت زي كده. أنا أسفة جدا. المسألة مش محتاجة أسف ولا اعتذار ولا حاجة. بس انا دلوقتي متاكد ان انت كانسانه محتاجه حد يقف جنبك. طب انت ترضى تكون الحد ده كصديق؟ طبعا ده تحت امرك بس لما يكون في وقت يسمح. يلا صباح الخير استاذ حسين. ايوه هنكلم بعض يعني هكلمك وتكلمني كصديق طبعا يعني. الصداقة أحسن مش كده؟ صباح الخير. دكتور شمس تصور ان انا حاولت انتحر تاني النهارده. رنا مدام رنا شخصية غريبة جدا فعلا مثيرة للتفكير يعني.
ولو أني شخصيا بعتقد إن هي بتعاني من أزمة نفسية. نفسية؟ نفسية مين يا بابا؟ دي عالم رايق أسألني أنا. بس أنا يعني كفنان بعد ما دخلت في الوسط الفني اتعرفت على ناس كتير قوي. الناس دي إيه من بره الوسط، بس ناس معاهم فلوس بالزوفة، فلوس كتير قوي مش عارفين يودوها فين، لدرجة إن كلهم عندهم اكتئاب قال إيه من الفراغ اللي هم عايشين فيه. وأعتقد إن مدام رنا دي واحدة منهم. ما تعرفنا بيها يا بابا. أصل أنا من زمان وأنا نفسي أتعرف على مصممين الأزياء اللي بيعملوا ديفليهات كده بنشوفها في التلفزيون. إيه ده؟ استنى أنت. بابا عندي سؤال. هي ليه مصرة تعرف حضرتك؟ إن حضرتك يعني وقفت جنبيها في مشكلة، ده مش سبب كافي إن هي تصر على معرفة حضرتك؟ والله أنا متهيألي إنها مش عايزة تعرفني ولا حاجة. كل ما في الأمر هي مسألة فراغ زي ما أنت قلت. وإن هي كمان قالت جملة مهمة جدا. قالت لي أستاذ حسيني أنت شخص مختلف. مش فاهم مختلف في إيه يعني؟ الشاي برد. المدهش دلوقتي إن جميع الناس بيعتبروا أي شخص واخد الحياة بجدية شوية أو مثقف شوية شخص مختلف، وكأن ده يعني إن الآخرين جميعا وبلا استثناء واخدين الحياة بسطحية ببلاها. مش فاهم يا بابا. الدنيا دلوقتي اتلخبطت، الناس ما بقتش طايقة بعض. المهم دلوقتي إن الناس بعدت عن الدين. الناس بعدت عن الحب يا بابا. الفلوس هي أساس المشكلة. دلوقتي ناس بتتعب ومش لاقية تاكل، وناس معاها فلوس بالزوفة وما بتعملش أي مجهود. أيوه على رأي إسماعيل ياسين، في ناس بتتعب ولا تكسب شيء، وناس بتكسب ولا تتعب شيء. يلا يا شباب بقى أنا داخل أنام عشان عندي شغل بدري. طب ما تقعد يا بابا نكمل المناقشة بتاعتنا دي. المناقشة مش هتنتهي يا سيدي الفاضل، وانتوا كمان لازم تناموا، بكرة عندكم مدارس وكليات. يلا صباح الخير. حضرتك من أهل؟ أنا كمان داخل أنام. صباح على خير. وأنت من أهل؟ إيه رأيك بقى في علاقة بابا بالست دي؟ إيه رأيك أنت؟ والله أنا بثق في بابا. وأنا كمان جدا. ودي بتقولها كأنك ما تقصدهاش يعني. أصل في عبقري حقيقة لازم كلنا ناخد بالنا منها. الحقيقة دي بتقول إن بابا راجل زيه زي أي راجل تاني، يعني ليه رغبات واحتياجات ومن حقه بأن هو يعيش. بابا ليه رغبات؟ أستاذ الحسيني ليه رغبات؟ جايز. لا وحشاني، وحشاني قوي. إزيك يا راندا؟ وحشاني من هنا للسنة الجاية. الو انت بترديش ليه؟ ايوه بعدين هكلمك يا راندا. طيب يا حبيبتي، باي باي يا راندا. باي باي.